بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس نكمل الكلام عن المتغيرات الـ variables، ونضيف إضافة جديدة وهي كيفية عمل كيفية استقبال input من اليوزر. رأينا كيف نطبع نسوي عملية output باستخدام system.out.println، رأينا كيف نعرف متغيرات ونضع قيم في المتغيرات. لكن في هذا الدرس راح نستقبل input أو مدخلات من المستخدم ونضع فيه متغير، ثم بعد ذلك نعمل عليها. طبعا راح نكتب برنامج شبيه برنامج كتبناه سابقا، هو برنامج اللي كان يجمع اللي كان نختار عدد معين، ثم بعد ذلك نطبع العدد، والعدد زائد واحد، العدد زائد اثنين، العدد زائد ثلاثة، من خلال مجموعة جمل من system out println. إذا كنت تذكرون راح نسوي برنامج شبيه فيه، ولكن أول شيء راح نستقبل العدد كإنبوت بدل من إحنا نضع العدد يعني في الفاريبل مباشرة، راح نستقبله كإنبوت. والشيء الثاني راح نغير الطريقة اللي نطبع فيها مو الطريقة نطبع اللي نحسب فيها الأعداد بشكل بسيط، وراح نشوف كيف الشيء هذا. طيب أولا نسوي بروجكت جديد في البرنامج الإكليبس، نروح جافا بروجكت ونسمي البرنامج اي او مثلا نسميه اي او اكزامبل، او عفوا هذا البروجكت اي او اكزامبل، نسميه اي او اكزامبل فينيش. بعد كذا طبعا سوينا بروجكت، الان نسوي كلاس في البروجكت، فنقول نيو كلاس زين، ونسمي كلاس اي او، طبعا تبدا بكابيتال example و public static void main، وبعد ذلك نسوي finish زين. طيب الآن كيف نقرأ مدخلات من المستخدم؟ راح نسوي مجموعة من العمليات، يعني قد يصعب شرحها بشكل تفصيلي يعني معناها بشكل تفصيلي، لكن يعني بحاول إني أعطي فكرة عامة عنها ويعني احفظها في الوقت هذا، وفيما بعد ان شاء الله راح تفهمها بشكل اكثر تفصيليا. اولا راح نكتب عباره import java.util.scanner او utils اذا كان scanner. طيب java.util.scanner زين، بالطريقة هذه كأننا نقول أننا في برنامجنا هذا راح نستدعي أو نستورد السكانر زين، والسكانر هي اللي من خلالها هي الكلاس اللي من خلالها راح نسوي عملية الانبوت. طبعا لما تسوي انبوت راح نستخدم يعني شو اسمه كلاس سكانر، والاسم يعني واضح من عنوانه من خلال الاسم نفسه واضح انه سكانر تستخدم حتى نسوي سكان للانبوت زين، او قراءه للانبوت. فهذه العمليه الان كأننا استوردنا اللايبرري البروجرامينج لايبرري اللي فيها السكانر زين. وارجو الانتباه الى قضيه كابيتال وسمول، لو كتبنا مثلا سكانر سمول زي كذا راح يعطينا ايرور زين. فاذا يجب ان تكون دقيق جدا في الكتابه وانتبه للاخطاء هذه، لازم تكون سكانر كبير. ايضا الجافا هنا لا تكتبها مثلا كابيتال، لو كتبتها كابيتال راح تكون ايرور، فلازم تكتبها سمول. فاذا import java.util.scanner، طبعا لاحظ ان الاكليبس راح يعطيك الايرور مباشره. بعد كذا نروح هنا المنطقه اللي نكتب فيها البرنامج، وبعد كذا نكتب نعرف سكانر عندنا. الان سوينا import يعني كاننا جهزنا البرنامج لتعريف متغير من نوع سكانر، فنعرف متغير الان من نوع سكانر، فمثلا نسميه ريدر مثلا، وبعد كذا نقول نسند للمتغير. الان سوينا ديكلاريشن للمتغير زي ما قلنا قبل، الان نسند للمتغير قيمه. وطبعا هنا في شيء جديد لكن راح نفهمه ان شاء الله في قريبا يعني في دروس قادمه، لكن نحفظ الان كما هو. فنقول نيو سكانر، وبعد كذا نقول سيستم دوت ان زين. بالطريقه هذه جهزنا الريدر او القارئ حتى يقرا
الانبوت من اليوزر. زين، مرة ثانية، قد يكون بعض الأشياء غامضة الآن، لكن احفظها زي ما هي. طبعا يعني هي عرفنا هنا فيريبل من نوع سكانر، زين، هذا الداتا تايب. فيما بعد إن شاء الله راح نفهم وش الداتا تايبس هذه، لكن لازم نسوي امبورت للداتا تايب هذا. هذا الداتا تايب ليس كمثل الداتا تايب انت، وإنما لازم نسوي له امبورت. الداتا تايب انت ما نحتاج لنا نسوي له امبورت. طيب الآن جاهزين نسوي عملية الريد. زين، طيب راح نعرف المتغير اللي راح نقرا فيه. طبعا لما نقرا لما نقرا القيمه من المستخدم لازم نخزن القيمه هذه في متغير، اكيد طبعا. زين، فاذا لازم نعرف المتغير، فالمتغير من نوع انتجر، نقول انت. زين، نسمي المتغير مثلا فال، معناه فاليو. زين، ولاحظ نذكر مره اخرى ان اسم المتغير يكون يبدل سمول كونفنشن يعني. بعد كذا نسند له قيمه. زين، راح نعرف ونسوي ديكلاريشن والديفينيشن بنفس الوقت. يعني راح نعرف المتغير، نحجز له مكان في الذاكره. زين، نحجز مكان في الذاكره ونعطيه اسم val، وبنفس الوقت نسند له القيمه. لكن القيمه هنا ما راح تكون literal مثلا ثلاثه، ولا راح تكون expression زي ما شفنا قبل، expression في operators. زين، زي مثلا x زائد 5. زين، ما راح تكون حاجه او اكس زائد واحد، ما راح تكون حاجه زي كذا، وانما راح تكون اكسبريشن نقرا نوع خاص من الاكسبريشنز يتم خلاله قراءه قيمه من اليوزر باستخدام ريدر. اذا هو نوع خاص من الاكسبريشنز، نقول ريدر دوت نيكست انت، عطنا الانتجر التالي. زين، نوع خاص، هذا التعبير اللي استخدمناه او الاكسبريشن اللي استخدمناه. زين، خلال باستخدام الاكسبريشن هذا نقرا متغير او قيمه من الانبوت ونضعها في الفاريبل val. زين، بعد كذا خلونا نجرب قبل ما اننا نبدا قبل ما اننا نضيف واحد واثنين وثلاثه ونطبع القيم هذه للمتغير هذا. خلونا نجرب الان تنفيذ البرنامج بشكل سريع. طبعا حتى ننفذ البرنامج مره ثانيه، اول مره ننفذ البرنامج بعد ما كتبناه نروح نضغط على الزر الايسر، على الزر الصغير هنا، هذا السهم الصغير للاسفل، ونروح run as java application. زين، طيب الان وش اللي جالس يصير؟ لاحظ ما في اي شيء، يعني ما ندري، يعني ما عارفين. هو فعليا البرنامج الان جالس ينتظر منا، زين، جالس ينتظر منا البرنامج اننا ندخل قيمه. كيف تعرف ان البرنامج ينتظر؟ لاحظ انه البرنامج هنا معطيك علامه الحمراء هنا، يعني انه ممكن ايقاف البرنامج، terminate، نستطيع ايقاف البرنامج، يعني البرنامج شغال جالس يشتغل. فانتبه للقضيه هذه. زين، البرنامج جالس يشتغل مضبوط، بس ينتظر منك قيمه. فمثلا خلونا ندخل 10. زين، نضغط انتر، ادخلنا القيمه مضبوط، قرينا القيمه، خزناها في val، وانتهى البرنامج. واضح؟ لاحظ انه انتهى البرنامج لانه راحت هذه الحمراء، خلاص البرنامج انتهى وterminated، اعطاك هنا انه terminated، البرنامج انتهى. زين، اذا البرنامج قرا القيمه مضبوط، البرنامج سوى اول شيء ريدر، بعد كذا قرا القيمه اللي دخلناها لي 10 وخزناها وخزنها في المتغير val. زين، بس ما سوى اي شيء ثاني. لاحظ هنا اول شيء نلاحظه انه دائما يفضل انك تعطي رساله للمستخدم تطلب منه انه يدخل input للبرنامج. تقول system.out.println مثلا enter a value. زين، او بدون println حتى ما يطبع سطر جديد. فاذا دائما اعط رساله للمستخدم تطلب منه انه يدخل قيمه حتى يفهم وش جالس يصير، وحتى انت لما تكتب برنامج تفهم وش جالس يصير. اذا الان لو نفذنا البرنامج، خلونا ننفذ البرنامج مره ثانيه. طبعا بما انه نفذ قبل فمباشره نضغط على الخانه هنا، على اعطانا هنا رساله enter a value. زين، وجالس ينتظر منا اننا ندخل فاليو. لاحظوا ان البرنامج ما زال يشتغل لان هذه حمراء الى الان. زين، نوت ترمينيتد، يعني البرنامج ما تم ترمينيشن له او انهاء. فاذا ندخل قيمه، مثلا ندخل قيمه 3، انتر، انتهى البرنامج، ترمينيتد. زين، انتهى البرنامج. طبعا ليش؟ لان احنا بس طبعنا وقرينا، ما سوينا شيء. طب احنا ايش نبغى نسوي في في الفاريبل هذا وفي القيمه هذه اللي نقراها؟ نبغى شو اسمه؟ نطبع القيمة نفسها، ثم نطبع قيمة زائد واحد، نطبع قيمة زائد اثنين، نطبع قيمة زائد ثلاثة فقط، ما نبغى نسوي شيء ثاني. طيب
في المرة السابقة وش سوينا؟ قلنا system dot out dot print val. زين، وبعد كذا هذه القيمة نفسها، طبعا القيمة system، طبعا هذا شبيه بالمرة السابقة print أو println، طبعا هنا println. زين، println val زائد واحد، ثم نفسها هنا وهنا نفسها زائدا اثنين وزائدا ثلاثة، ونعدل هذه بحيث انها تكون println. مضبوط. خلونا ننفذ الان البرنامج، ننفذ البرنامج enter a value، ندخل مثلا ثلاثة، وطبعنا ثلاثة واربعة وخمسة وستة. زين، طيب في طريقة اخرى ممكن نستخدمها اثناء التنفيذ، وهي كالتالي، او عفوا طريقة اخرى لبرمجة العمل شيء مشابه ولكن بطريقة اخرى. زين، وش راح نسوي؟ راح نقول هنا اطبع val. زين، بعد كذا مضبوط نقول val gets. زين، طبعا val already مسوي له معرفينه، المتغير هذا معرفينه مسبقا فما يحتاج نعرفه مرة ثانية. خلاص الآن نقدر نسند له قيمة ونقر القيمة اللي فيه، نسوي فيه اللي نبغى، زي لأن حجزنا مسبقا، قمنا بحجز الذاكرة وانتهينا. الآن نبدأ نلعب في الذاكرة هذه، نحط فيها قيمة، نقرأ منها قيمة، نسوي فيها اللي نبغى. زين، الذاكرة اللي حجزناها اللي هي سميناها val. زين، فنقول هنا val gets وش نبغى نحط فيها الآن؟ نبغى نزيدها واحد. هنا الفكرة أن نبغى نزيدها واحد، فحنا نقول val gets val زائدا واحد. زين، الآن هذا expression. زين، أسندنا expression right hand side، الexpression قيمة الexpression اللي في right hand side للمتغير val اللي في left hand side. زين، أسندنا. طيب، من خلال استخدام assignment operator. طيب، لاحظ هنا أننا استخدمنا نفس الفاريبل على اليمين وعلى اليسار. زين، وهذه العملية جدا عادية، معناها دائما إذا جاء الكمبيوتر ينفذ عملية إسناد زي العملية هذه، راح أولا يروح يشوف وين الأسايمنت أوبريتور. هذا الأسايمنت أوبريتور، مضبوط، راح أول يبدأ من اليمين، يشوف اليمين الأسايمنت أوبريتور اللي هو الجزء هذا، يشوف أول شيء عنده val. زين، يقوم ياخذ يقرأ قيمة val هذه. قيمة val هذه كم؟ القيمة اللي دخلها المستخدم، صح؟ لاحظوا أن قريناها من المستخدم، ممكن تكون القيمة هذه ثلاثة. زين، فإذا راح يقرأ ثلاثة، بعد كذا يقوم يضيف عليها واحد، فتطبع لنا، فيطلع لنا قيمة val أربعة. بعد كذا إذا انتهى من الإكسبريشن اللي على اليمين، طلعت القيمة أربعة، يأخذ القيمة هذه أربعة ويروح للفاريبل اللي يسار الأسايمنت الليفت هاند سايد ويحط فيه القيمة أربعة. هذا اللي يتم أثناء عملية التنفيذ. بعد كذا هنا ما نقوم نطبع val زائد واحد، زين، لأنه already زدنا القيمة بواحد هنا، مضبوط. لو طبعنا هنا val زائد واحد، خلونا نجرب، أول شيء خلونا نشيل العبارتين هذولي عشان ما تلخبطنا. زين، خلونا نجرب نشوف الحين وش راح يطبع لنا. خلونا نشوف انتر فاليو، خلونا ندخل ثلاثة زي تو، طبعنا ثلاثة بعدين طبعنا خمسة، طبعنا ثلاثة هنا القيمة الفاليو، بعدين زاد الفاليو واحد صارت أربعة، بعدين قام طبع لنا أربعة زائد واحد فصارت خمسة. زين، فإذا أنت بأنك يعني سويت عملية الجمع أو عملية الزيادة هذه مسبقا، أوريدي سويتها، خلاص ما يحتاج تسويها مرة ثانية هنا. فإذا نشيلها من هنا وقم نطبع قيمة الفاريبل، ولاحظ أنه على الرغم من أنه هنا طبعنا قيمة الفاريبل، ومرة ثانية هنا قمنا وطبعنا قيمة الفاريبل، لكن فعليا القيمة اللي راح نطبعها راح تتغير. لو دخلنا هنا القيمة ثلاثة ثلاثة، راح طبعنا ثلاثة بعدين طبعنا أربعة، على الرغم أنه في كل مرة نطبع val، لكن المرة هذه تغير الval لأن أضفنا عليه قيمة، على قيمته واحد. زين، نقول هنا val مرة ثانية، val gets val زائدا واحد، وبعد كذا بس يعني الحين نسوي نسخ ولصق. لاحظ أن كتابة البرنامج هذا أسهل شوي، يعني من استخدام النسخ واللصق أسهل من البرنامج السابق. زين، لصق 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 زي ما نبغى، مضبوط. يعني ممكن بكل سهولة نجيب زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة، يعني نطبع من ثلاثة إلى ثمانية أو تسعة، ما أدري كم مرة طبعتها. خلونا نجرب الآن وننفذ نشوف، ندخل الآن القيمة مثلا ثلاثة، خلينا نجرب قيمة ثانية، مثلا نجرب
مثلا 20 مثلا، زين، فطبع لنا، لاحظ 20 21 22 23 24 25 26، زين، اذا في كل مره يزيد قيمه واحد بعدين يطبع، يزيد القيمه واحد بعدين يطبع، اذا نفس مكان الميموري هذا يقرا منه يقوم يزيد القيمه ثم يرجع يحط القيمه فيه، زين، فاذا يقرا القيمه اللي فيه يزيد عليها واحد بعدين ياخذ النتيجه ويحطها فيه مره ثانيه. ارجو الانتباه لفكره الاسناد هذه، انه لما يكون الفاريبل نفسه موجود على اليمين وعلى اليسار، واضح؟ خلوا نسوي شو اسمه، خلوا نسوي عمليه. طبعا لاحظ هنا الانبوت، لانه الانبوت طويل، لاحظ اننا يعني نستطيع ان ننزل تحت ونرجع، يعني صار فيه شو اسمه، صار فيه شو اسمه، لا 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 صار ما المكان ما يتسع للانبوت للاوتبوت، مضبوط، فلازم تنزل عشان تقرا المزيد من الاوتبوت، زين. طيب خلوا نجرب نسوي عملية ديباجينج، زين، خلوا ننفذ البرنامج خطوة خطوة عشان نشوف الكمبيوتر وش جالس يصلح، يعني نفهم شوي الكمبيوتر وش جالس يصلح، زين. طيب خلوا نبدأ من هنا، مضبوط، احنا نطلب هنا انه الكمبيوتر يوقف هنا، وبعدين هنا راح نستخدم عملية الديباجينج. طبعا هذا مو مطلوب انك تفهمه بشكل كامل، لكن فقط ابغى اوريك كيف الكمبيوتر يشتغل، زين. نضغط نطلب ديباجينج للبرنامج، طبعا راح يفتح لنا البيرسبكتيف حقه الديباجينج، مضبوط. الان اذا نفذنا هنا العمليه، هنا قامت حجزت لنا فاريبل اسمه ريدر من نوع سكانر. لاحظ عندنا فاريبل اسمه ريدر من نوع سكانر، ما يهمنا قيمته حاليا لانه هذا فاريبل ما هو انتجر، هذا فاريبل من نوع سكانر فما يهمنا قيمته حاليا، لكن المهم انه حجزنا في الذاكره هنا فاريبل اسمه ريدر، زين، وله قيمة، وهذه القيمة حقته بغض النظر عن القيمة. المهم الآن جت عملية الطباعة، ننفذ، طبعا الحين احنا ننفذ، جالسين ننفذ سطر سطر. لاحظ كيف الكمبيوتر ينفذ البرنامج، وتذكر دائما لما تيجي تكتب انت البرنامج تذكر دائما كيف الكمبيوتر ينفذ البرنامج، انه راح ينفذ لك سطر سطر ابتداء من مين، من المين هنا يروح بعد القوس يبدا ينفذ سطر سطر، زين. فاذا نفذ الآن السطر هذا، انتهى منه، حجز مكان في الميموري اسمه ريدر، فاريبل ريدر. الآن انتقل هنا الخطوة اللي بعدها، طبع كلمة enter a value، زين. الآن هل نقدر نسوي input؟ إلى الآن ما نقدر نسوي input، لأنه طبعا إلى الآن الكمبيوتر ما طلب input، إلى الآن ما نفذنا الخطوة اللي تسوي input. الآن لاحظ أنه إلى الآن ما عندنا variable اسمه val، ما حجزنا مكان في الذاكرة اسمه val. شوف الكمبيوتر كيف ينفذ إلى الآن، لأنه ما جته الديكلاريشن حق ال variable، ما جاء إلى الآن، زين، اللي هو حجز المكان في الذاكرة، بغض النظر عن وش القيمة اللي نحطها في المكان، إلى الآن أصلاً ما حجزنا مكان في الذاكرة، زين. إذا ننفذ الخطوة هذه، مضبوط، حجز مكان، طبعاً ما راح يحجز مكان في الذاكرة، أول دائم في اليمين، لأن assignment لازم ينفذ اليمين من assignment بعدين ينفذ اليسار. واضح لكم؟ زي ما قلت لكم تو، دائماً في assignment يروح للرايت هاند سايد ينفذه وبعدين ينفذ الليفت هاند سايد، فلاحظوا إنه إلى الآن ما حجز المكان حق ذا. راح اول يقرا القيمه بعدين يحجز المكان ويحط القيمه فيه. فخلونا ندخل هنا قيمه مثلا 5 ونضغط انتر. الان حجز المكان فال، لاحظ طلعنا المكان هنا، لو ترجع بالفيديو تلاحظ ان المكان ما كان موجود، زين. الان حجز المكان هنا بعد ما قرا القيمه، اخذ القيمه من هنا اللي هي 5، قام حجز المكان فال من نوع انتجر، حجز مكان من نوع انتجر سماه فال، هذا الفيريبل حقنا فال، وحط فيه القيمه 5 اللي قراها منه. الآن ينفذ السطر اللي بعده، راح يطبع، زين، طبع 5 الآن. مرة ثانية هذه عملية assignment، فيها right hand side فيها left hand side، دائما ينفذ الرايت هاند سايد أول بعدين ينفذ الليفت هاند سايد، زين. طبعا ما راح نلاحظ هنا لأن راح ينفذ السطر مرة واحدة، فما راح نلاحظ الشيء هذا، لكنه هذا اللي راح يسويه. إذا راح ياخذ قيمة فال اللي هي 5، قيمة فال يزيد عليها واحد تصير القيمة اللي عنده 6، بعدين يروح يحطها مرة ثانية في فال، زين. فانت تخيل انت يعني هنا هذه فال، هذا المكان اللي في الذاكره، مضبوط، تاخذ قيمته وتروح تحسبها ثم ترجع تحطها فيه. فننفذ مره ثانيه السطر هذا، ننفذ السطر، صارت قيمه فال 6، زين. بعد كذا نطبع القيمه فطبع لنا 6، مضبوط. الان هو واقف هنا مره ثانيه، الان راح ياخذ القيمه 6 هذه يزيد عليها واحد وبعدين يطبعها، ننفذ نشوف مرة ثانية، زاد القيمة واحد
شو اسمه صارت 7 وبعد كذا راح وطبع. إذا مرة أخرى دائما في الاساينمنت نقرا من اليمين وبعدين نضع في اليسار. عادي جدا انك تسوي اساينمنت الفاريبل، تقرا قيمه الفاريبل تسوي الاساينمنت مره ثانيه له. الفاريبل يمثل مكان في الذاكره، تذكر الشيء هذا دائما، يمثل مكان في الذاكره. حجم المكان هذا هو على حسب نوع البيانات، فعندنا انتجر، اذا المكان هذا مكان مجهز حتى انه ياخذ قيمه عدد صحيح. زين الفاريبل مثلا ريدر حجمه مجهز انه ياخذ سكانر، زين، وبعدين نشوف ايش معنى سكانر. لكن لاحظ ان لو هنا رحنا الريدر راح تلاحظ انه شيء غريب جدا وطويل القيمه، زين، وليست فقط عدد بسيط. اذا في مكان في الذاكره، مكان ذا له حجم من خلال داتا تايب او نوع البيانات نعرف الحجم، له اسم او ايدنتيفاير، زين، الاسم هذا هو فال، مضبوط، وله قيمه، والقيمه هذه على حسب مثلا اذا كنا قريناها او إذا كنا مثلا أضفنا واحد زي هنا على القيمة هذه على حسب القيمة اللي عندنا.